انت الراس الباس حبيبي. حبيبي والله الله يسعدك، الف مبروك الف مبروك. اليوتيوبر في العالم اقسم بالله الله يسعدك. او ماي جاد سروال الجاز ليديز اند جنتلمان، حبايب القلب كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كيش دمي. احنا طبعا اليوم شو اليوم جبتكم بشكل سريع معلم، اوكي مقدمه سريعه طمنونا عليكم شو رايكم تمام. تخيلوا بلش المقطع حبايبنا اليوم، لا تنسوا تصلوا على محمد عليه الصلاه والسلام. احنا ناس مثل ما انتم شايفين هون معلم حبايبنا، عندنا اليوم نزل السروال الجاز يا اساطير، وانا الان بحساب احد المتابعين شباب. طبعا هالمسابقه عملتها على الانستغرام شباب، اتمنى كل الصوره شباب اللي متابعنا على الانستغرام يروح يتابعنا يا اسطوره. هذا هو رابط الانستغرام، لا مو هوري، هذا هو رابط الانستغرام يا اساطير الكل، روحوا تابعوا تابعوا معلم، تابع رابط الفيسبوك عملنا سلوك بسوس مباشره بشكل يومي على الفيسبوك تحت من الرابط شباب. ليتس جو، خلينا نبلش شباب. قول لي بس مثل ما انتم شايفين شباب فوق عنا واحد جوهره فقط، ما راح نقدر نعمل شيء استبل طول بالك. ما نقدر نعمل شيء اي شيء شباب، واحد جوهره ما نقدر نعمل اي شيء شباب، لازم نشحن جوال وهيك بنعمل ريفرش للصفحه. اوكي يلا هاتوا الجوهر معلم، لازم يكون وصلنا الجوهر. وصلنا الجوهر شباب، خلينا نطلع بشكل سريع. لا ما خلينا نطلع هون معلم، نبقى هون بعدين بنروح نشوف الجواهر هذوليك الزايدات. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم شباب، بدونا نعمل هيك. حاب اجرب خمسه جواهر معلم، نشوف حظنا. هات نشوف خمسه جواهر معلم. وات 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 معلم، صندوق هذا بيض. خمسه جواهر ثاني معلم، نشوف حظنا. والله حابب هيك اجرب معلم، شو عجب، هل يا ترى بيطلع لنا شيء ولا لا؟ ثواني شوي. طب خلينا ندخل على السريع شباب، ما شفنا الجوائز الموجوده هون معلم. عن وات؟ اوه حاطين قبعه بيسبول حمراء ورقصه ورديه، ايوه وفي رقصات باللوز، كفو كفو كفو. اوكي شباب لازم نرفع شوي النسبه معلم، خلينا نرفع النسبه الشباب ل 25%. يلا ليتس جو معلم، شو رايكم شباب؟ طبعا شباب بدنا نحاول نجيب له هذا المتابع شباب، بده سروال جاز شباب، الهدف من هذا شباب بده من السروال جاز الحلوين. ليك طبعا خلينا نضرب 200 جوهر نشوف، شو يطلع لنا سروال جاز باللوز ان شاء الله معلم. سروال جاز وات؟ لا يا اخي لا، ابوس ايدك لا معلم بليز، لا يكون حظك بيت. وات؟ نعم حظك بيت هذا معلم، هاي نحطها خلينا نرفع النسبه معلم. وين 50 500 جوهره حبيبي والله، اضرب 250 شوف حظنا معلم. شو يطلع لنا السروال الجاز لتشوف يا زلمه شو بدنا نعمل بهالرقصه الورديه يا اخي، شو بدنا نعمل بهالرقصه الورديه يا اخي، بدنا السروال الجاز معلم. نظارات الجاز، حظ بيض معلم، حظ بيض معلم. يلا صلاة شو هاد؟ شو هاد يا زلمه؟ شو هاد يا اخي؟ شو هالحظ البيض؟ جاكيت؟ يا اخي والله بعرف معلم، بعرف هذول راح ينشفوا لي ريقي تمام؟ راح يخلونا ناخذ نفسنا اخر شيء، ما راح يخلونا ناخذ نلعب. يلا شباب باقينا معلم 660 جوهر، هات نشوف، ننزل شوي تخفيض معلم. لا والله معلم خليها 50% يمكن احصل على شيء باللوز، طول بالك. طبعا هون شباب كل ما عم نعمل هيك عم يرفع التخفيض. بس يا اخي ليش حطونا هالشغلتين زياده شباب؟ والله العظيم يعني شغلتهم شغله يا اخي، بقينا مبسوطين هيك معلم، اول ما دخلت شباب شفت طلعت هيك معلم تفاجأت من هذا الشيء موجود يعني، ليش شو بدنا نعمل بدول؟ يلا روح، اني واي هيجي بمنو تمت شكيت معلم ماشي ماشي حلوه الجاكيت باللوز، يلا نكمل. ان شاء الله السروال جاز، يا زلمه شو بدي بالستره؟ شو بدي بالستره ابوس ايدك؟ بدي السروال الجاز ابوس ايدك معلم، هاتوا قبعه. شو؟ يا اخي هذول معلم متفقين مع بعضهم ولا شو معلم؟ الله اعلم. خلينا ندخل نجيب الجوار معلم، جبناه من على اليسار معلم، هات نجي نجيب الجوار شباب شحن تراوكي معلم. هيك ما يمشي الحال يا اخي، هيك ما يمشي الحال يا اخي، هيك ما يمشي الحال معلم. هي صار رجعوا 600 كم رجعوا؟ 600 لا وين راحت انا؟ 661 جوهره معلم باللوز. اوكي تعال هون، هات نجي لهون، وين راحت هذا الصندوق الخاص؟ هذا هو يعني شوفوا شباب يعني والله العظيم يعني والله الله عفن عارفين هيك راح ينشفوا لي ريقي معلم. يلا نشوف شباب ما يطلع لنا شيء مكرر مره ثانيه شباب، بدنا حصلنا هيك على شغلتين تمام. وليش عم طول هيك معلم؟ ليش عم طول هيك معلم من الصبح؟ يا اخي متحمس معلم على السريع معلم، ورانا شغلي معلم. يلا ليتس جو. اوكي يلا نكمل شباب، باقي هون معلم عندنا حبايبنا هون باقي شغلتين ما حصلنا عليهم، ان شاء الله بس باقي لنا سروال. خلينا نعمل عمليه 250 مثل شوي، طبعا شباب الحظ 250 ان شاء الله يطلع، ان شاء الله يطلع لنا صندوق، يلا ان شاء الله يطلع لنا صندوق معلم. يلا روح شوف حظه، يلا روح. ايوه هي حزه، اقسم بالله عرفت شباب، اقسم بالله عرفت. الله راح يطلع لي البطل، لازم يطلع لي حبيبي والله. ووو كفو باللوز شباب، بس هون شباب هيك بكون شاب جبنا له السروال الجاز وكل الاشياء الاسطوريه معلم. بس ولكن في شيء معلم حابب نشوفه هون، شو هو هاي شقبة والله معلم؟ يعني هي ما اعرف هي قديمة ولا جديدة شباب، ما اعرف شباب اكتبوا لنا بالتعليقات يا اساطير باللوز. ايوه خلينا بس ندخل نشوف شباب، نشوف هالمقبعة الجديدة معلم. والله اتس اوكي معلم، قبعة البيسبول الحمراء مشتعلة الخوذة والله تمام تمام معلم لوز. ولكن ثواني شباب، هون معلم لما نعمل تثبيت كل شيء تبع البنطال وما بنطال معلم الجاز كل هالشيء تمام، يعني ما بيعطينا مو حاطين الشعر تبعه
يا اخي والله شيء غريب يا اخي. ثواني شوي نرجع ندخل على حدث شباب نتاكد من وضع معلم. مع كل ما حاطين طبعا شباب نحن اهم شيء معلم تعب بعرف كل اكثر اغلب اللاعبين معلم اهم شيء بالنسبه لمعلم هذا البطال الجاز يعني معلم صراحه معلم معلم اقول لكم الصراحه يعني مو هذا البطال يعني انا شايفه يعني مو شيء واو بس ما بعرف العالم ليش نتكلم بلاعبين بس حلو معلم حلو بس ما اعرف ليش كل المتابعين معلم بيعبوا كل يعني كل المنطقه بس ولكن معلم فيه شيء ناقص معلم هذا الحدث اللي هو شابت ما قلت لكم الشعر قبعت البيسبول معلم ما هي موجوده معلم حبيبي والله اوكي باللوس حلو حلو يلا شباب انا كمان راح احط سكين الجاي شباب نفس الوقت معلم مثل ما انتم شايفين هيك باللوس خلينا نروح نضيف الشاب لنشوف وين الجميات لنشوف معلمات لنشوف حبيبي والله نشوف رده فعله وين الشاب هذا الجميل شكله معلم صاير معه صدمه معلم هلو هلو حبيبي هلا حبيبي والله مبروك عليك يا جميل حبيبي الله يسعدك الف مبروك الف مبروك اليوتيوبر في العالم اقسم بالله الله يسعدك حبيبي الف خلص يا اخي خلص ابوس روحك بس يا اخي خلص مبروك عليك حبيبي مبروك عليك مع عائلتي اصبحت اقلك حتى في صوتك لا يا اخي شو معلم الله مبروك عليك حبيبي مبروك عليك الف مبروك عليك تستاهل قلبي تستاهل تستاهل اوكي حبيبي شو تحب تقول للمتابعين معلم ننهي المقطع حبيبي والله يا متابعين ما يوجد يوتيوبر يمتعنا كلامه بصدق وبفصاحه مثل مستحيل حبيبي مستحيل. الله يسعدك يا اخي خجلتني صرت احمر مثل الطاقيه اللي عندك يلا الله يخليك لنا حبيبي الف مبروك الف مبروك الف مبروك يلا حبيبي نتركك ونشوفك ان شاء الله على خير مبروك عليك حبيبي اوكي يا ستي شباب يا اخي في سكن جديد يعني مبانوش في شيء جديد باللعبه معلم وانا حاطط سكن جديد يا اخي لازم ندخل شباب نبربر شوي معلم نبربر يا اخي هيك شباب انا يعني شعرات معلم هالنظارات ما يعجبني كثير يعني لازم نظبط الوضع معلم نجي لهون بس ولكن قبل كل شيء شباب هي الطاقيه الحمراء يا شباب اللي شفتوها معلم ما اعرف اذا هي عندي بالحساب ولا لا يا ستي هيك شباب راح ندخل لكم بشكل سريع معلم ونشوف هل يا ترى راح يطلعونا هون ثواني شوي والله اعتقد ممكن عندي اياها شباب اوكي خلينا ندخل على التدريب يلا معلم شوي هيك شوي تدريب شباب هيك على الصبح شباب لازم نبربر معلم ننهي الوضع بشويه بربره معلم بدل سكين بس والله الصراحه يعني شباب تشكيت يعني اتس اوكي ها الصراحه يعني ما بعرف ليش يعني انا الصراحه ما بعرف عم لاحظ انه تشكيت عاجبني اكثر شوي من بلطار بس خلينا نشوف معلم ندخل نشوف اوكي هات لنشوف يا سلام عليك يا سلام يا اخي صدقوني شباب تشكيت معلم صدقوني الجاكيت حلو شباب ما اعرف ليش ما تحبوا كثير الجاكيت كلكم تحبوا الجاز معلم هات لنشوف هاي نجي لهون معلم ناخذ شويه ام بي 40 لا طول بالك يا اخي دائما بتصير معي يا اخي لا زلمه شويك خلاص خلاص يا اخي ما بده خلاص ما عاد بده معلم خلاص ننهي المقطع لليوم شباب خلاص ما مو ناوي ندخل نبربر معلم ما نقدر خلاص ليك حبايبنا كم الله يسعدكم يا رب ان شاء الله عجبكم مقطعنا اليوم يا اساطير لا تنسونا بالزر اللايك والشير والمشاركه واللايكات كل شيء للصوره حبايبنا نشوفكم على خير يومكم سعيد اشوفكم بالرحله السعوديه لجراند ماستر شاب ان شاء الله على الفيسبوك رابط تحت بالوصف تشاو